حان وقتك يا رفيقي. عملية تحويل الصلب إلى سائل. يلا. يا شباب يا الربع. معك انا في الاسئله؟ ايه بما انك انت الو 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 بما انك توك مدشن انت بحور تجمع الشباب هاشمك انت يا ذيب انت انت قدرك عندي تعرف اقول احتزم طالب كندك والله احتزم يلا فاتح هلا بالشيخ محسن هلا بترك تعال انا ما اسمع صراحه محسن تعال محسن انا بيني وبينك حرب لا معلش لازم يا محسن اذا قدرني اكلمك بنصي عليك الهرج فلد لي وجهك على خاشمي يا ولد انت ترد لك روس يقول غثيتوني والله انا اقول صادق اقدح شتبشع خذ مي اسمع يقول غثيتوني بشيله والله وين ريجي ايش قال؟ يقول اسمع مني اسمع مني يا ابو تركي لبه ابو تركي يا اعداد اعطوه ابن خير مايك بيني وبينك شو تفاهم اتمنى العلاقه تنقطع في اقرب وقت ممكن تنقطع انت تتمنى وانا كذلك اتمنى ايضا حتى ولكن ما معك الا رفيجك والله هن طاولك وادبل كبدك نعم حياكم الله وبياكم فديتك في كبدك فديتك ولا كبدك موسى عبد الله في يسوي تركيب اجلس في دابر املا في عرض في يسوي تركيب شعر نين على نيكتور دي زياتي ممتاز شيري ريحه ها ريحه شيري ريري في ريحه مخنزه لا يقول يا على طاري القفاري وعلى طاري ابو خير يوم طرى انا بعد بعد حنا يا شباب حنا ما نعرس يا ابو خلنا نعرس انا معرس ومرطيب ماني معرس خلونا نعرس الشباب وين وين الشباب ليه وانت انا ودي اعرف ايش طيب بينما يجون الشباب ماذا تسمى العمليه تحويل الصلب الى نخاع نخاع انتخاع طيب من هو اول ملك المملكه العربيه السعوديه ملك عبد العزيز اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه صلاه صلاه اين تقع الغده الدرقيه في الرقبه في الشاتله ما هم اطول الناس اعناقا يوم القيامه الانس والجن المؤذنون بينما وقعت معركه القادسيه الروم الفرس ولا بين الفرس وخالد الوليد جيش خالد الوليد ايش فيك؟ فرس المسلمين خلص صح لا طبق كويس حنظله بن ابي عمر ايش فيك؟ هو اللي جاب الجواب وخلص صح الصحابي الملقب بغسل حنظله بن ابي عمر موسين تعدل الصلاه في المسجد الحرام 100 صلاه 100 الف ما هي السوره التي لا تبدا بالبسمله؟ التوبه هذه وش الحين؟ ليست ابراهيم التوبه اسلم اسلم انتم كلكم طلبه وكلكم اداء انا اذاكر والله لفتره انت ذاكرنا متسابق 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 تبقى متسابق تبقى متسابق لا انا ما ابقى متسابق لا تبقى متسابق لا لا هنا ونجم هو بيستغل الفرصه تدري محسن وسعيد وش كانهم؟ وش كانهم؟ كانهم من ذولاك اللي ثانوي الحين في المتوسط بس يا ولد وجبه يا ولد انتم دروسكم صعبه صح؟ دفنا يا رجتك يا سيدي سلام يا ولد دفه بسيطه مجد يا ربع تصدقون اني قد جيت يوم من الايام طفيت اللمبات ورقدت على السرير خلني اجيب والله العظيم الله اني برقد ذلك سقطت اللمبات اللي فوق ترى ابو كاظم جاي من الله يحييك انا قلت رقدت طيب بسم الله الرحمن الرحيم اخواني احبتي متسابقين نسخه زد رصيدك سبعه توجه توجه عطى السؤال لا والله ما شفتها نستفيد والله ما شفتها ابدا ما شفتها لا خلنا بس يا رجال غمجني يا رجال ما اسلم وخلص علينا الله يهديك الله يسلمك نستفيد يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم قادر يا اخواني احبه يا كرام بيجي على يدك يا رجال الحين ما يبغى يجيب ابو كاتب لا يبغى يجيبه لا 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 يلا 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 يا ابو يلا اقدر عفوا يلا بلا اسئله يقول ينادي من يخصم على المكسابين وهم في خير عندنا مذاكره تدري الاسئله محسن اعطنا اياها تعالوا لعبوا خلاص طيب بسم الله صوت يا شباب طيب اعطى اعطى يا شباب اعطى سلام السلام عليكم مرحبا مايكك يمكن يمكن ولي امرك احلى مكان طيب يلا يلا اسال محسن يضايقكم وجودنا هنا يا اخوان يلا بسم الله والصلاه والسلام على عدوك يضايقكم وجودنا الله يحييك
عندنا بعض الامور. على خشم مشان ابو ذيب. لا لا ترى انا توفى في تركيا. انتم مستفيدين ترى عشان تبرا. يلا يلا عطني. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه ابراهيم هلا بنور الشيخ بلال. يا ولد انا جاي على علم. لا والله بغير بذاكر لكم بس. لان عندنا بروفات وحاجات زي كذا. لا في 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 بلور اللي بيستفيد شعر كله زيت يا بلال. تفضل استاذ ابو تركي. يلا عطنا شعر كله زيت. دقيقه خلينا نشوف ابو ذيب عندك شغل رحله لون بعدين مليان زيت. لا لا في 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 مساله. سلام على ابراهيم بس. لا عبد القادر. سلام عليك عبد القادر. بروفات حق في مسابقه. ولد ولد في مسابقه عبد القادر يفكر صوتي ما يطلع المايك في شيء يعني. والله والله انك ما استاذ ابراهيم بس قادر الله يجي لدعونا قادر. بشرب مويه وجهي. استري استري القادر بشرب مويه وجهي. الله يحييك. حد يبغى شيء من الناظر؟ شل علاج شل علاج شل علاج فاضيه كلها. عطنا السؤال. خلص علينا. خلي الشباب يتهيئون. متهيئين اسال. ابو حور نسال. ابي اشاركهم مسرحيه. تبغون تبدون يا اخي؟ مسرحيه. يلا بسم الله والصلاه والسلام. واحد واحد يعطيهم. عندكم كلمة يا اخوان؟ عندنا شيء بسيط. عندنا مسابقة. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. الله يسلمك. شو علومكم؟ عساكم مرتاحين. نورتوا وشرفتوا القفاري. مرحبا. يا هلا وسهلا. في مسابقة بسيطة بمناسبة نهاية البرنامج يقيم فيها في القفاري. طبعا المسابقة جمهوركم العظيم اللي برا. كل متسابق له جمهوره برا يروح يدعم من خلال معارضنا. عندك القفاري او هاي بوينت او مدن برس. طريقة التصويت كالاتي: يجي المعرض يقول بدعم مثلا متسابق بن عمرو ابو حور اكثر مجموع كدعم. يا سلام. الفايز مركز الاول لا غرفه نوم من الفايز مقدمه. يا سلام. ويكون الاعلان في الحفل الختامي. يا سلام. وكذلك منسى الجمهور اللي بدعم المتسابق سحب خمس سجادات على حسابنا في تويتر. سجاجي. كيف طريقه الدعم من الجمهور؟ اذا راح المحل ايش ايش بس يجي يقول بدعم مثلا قازم طيب بس كذا مسجل اسمه من جوه. والله يبيض وجهك. ما يحتاج لا يشوف. والله ما عندي غرفه نوم انا صراحه ابد الحين وقت دعم الجمهور. ابشر بس سعد يا ابو سعد عنده خوف. انت السعد الان وقت طويل. هل من خرجوا في البرايمات يشملهم كلهم 26 متسابق 26 متسابق يا شباب اللي برا انا وانت سعيد بلا نفس الشيء. طيب انا شباب شوي بس يرمس العناوين المحلات الكفاري في مود بلس في الرياض هاي بوينت في الرياض المملكه كلها الكفاري قصيم المكه ومدينه كل المعارض مود بلس سم اول مره اعرف انه الشديد العزابيه بس المفروض الفائز بالغرفه انا متزوجين انا ابو تركي دقيقه احنا ننام احنا واقفين مثلا يا شباب اللي بيتزوج الحين وقت الجمهور ابد اتمنى تكون الغرفه حقتي اكثر انا نجيب بس لك انا صراحه ما عندي غرفه انا طويله شوي ابدا اتمنى انك تعطوني ذا حتى لو ما فزت بالدعم حتى ما فزت بالدعم هذا على الخير انا اشكرهم طبعا انا بنقول الرياض وانتم خابرين وانا ادور لي الحين شقه ايجار هنا في الرياض وقالوا باذن الله باذن الله الحين يا ولد حتى الجدران نفرشها شو اسمه اصملوا اصملوا خلاص نفرش الجدران نفرش الجدران لا والله اني امزح لكن ان شاء الله قريب ابد 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 حياكم الله هذه مسابقة والله يوفقكم ان شاء الله الاعلان في الحفل الختامي طبعا باذن الله في شيء بسيط طبعا عندنا تخفيضات الفترة هذه من 10 الى 50 على جميع المنتجات على جميع المنتجات تمام ابن عمره يبغى له سريرين علشان الجوله تطلع ابن عمره سريرين متقابل يا اخواني خلوا الرجال يكمل يا رجال نشكركم على الكلام خلوا يكمل المسابقة كمل ونوجه الكلام هذا للجمهور ابد انتم الجمهور وانتم الجمهور ابد ادعمكم حياكم الله احنا نشكركم بيض الله وجيهكم والله لا يهينكم وانا والله استانست على الرياض صراحه الجو حلو فيها فابي بعد البرنامج اني اثبت في الرياض بس نعتون كلهم خلاص نعود الديره نعود الديره خلاص الله يوفقكم والله اقل ما نقدم والله وجيه حالكم ولا شرب العلوم الغالي ولا بد نجيكم على وقت اطيب من ذا الوقت لان عندنا بروفات تمام تمام احنا بنذكر فيها بيض الله وجيهكم وبنجيكم وين قريشي قريشي جاي ونعم ايش الصوت بيض الله وجهكم وجهك الله اني انا كل فايز ابد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اي والله ما تاخذ الاسر ولا عندنا بالغرفه تاخذ معك زين سلام كسر احد فيها كسر ترى كنا بنذاكر هنا عادي جدا انا بس بروح لا لا اللي عندكم فقره انتم روح اي والله عندك فقره لا نشدك من الاسئله عندك فقره ولد انت تبغى تذاكر لهم كلهم يفوزون علي انت وجعك خلاص انا بعطيك اسئله ولد شو وضعك لا غشش لا تعطيهم اسئله صعبه في النهايه بغششك لكن لا تضيع تكفى ابغى اذاكر منها خلاص بوفاير وين؟ الله يا
يسر امرك. لبيه يلا اجلسوا ورتبوا انا جايكم. انا اوريكم الحين عنده اختبار. يا جلس اعقل ولا اطلع برا. عندك اختبار تبقى متسابق ترى. لا انت ما عندك اختبار. انا اكره نفسي اذا شفت نفسي مترتب زاد على اللزوم. صح لذلك انا اكرهك بعد ما انت مترتب. انا رجال ما احب نفسي مترتب. انتم جاهزين؟ جاهزين. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بس في مجال دقيقه ابو تركي. نعم. شو وضعي انا وكان يطالع بالبرايم السابق؟ انت تغششهم. اوكي انت قاعدين تغششهم. يا اخوان احنا عندنا اسئله للبرايم نبي نطرحها عليكم وكل واحد يجاوب. يا اكمل دقيقه صغيره اخ خليني اكمل كلامي. ونبي نعطيكم خيارات. طيب اخلص. والسؤال الاول يقول ورد في القران الكريم نوعا من الغذاء سهل الهضم لا يجهد المعده فما العسل. ممتاز. ثبتت المعلومه؟ ثبتت. اليقطين اللي هو القرع. اليقطين. طيب اسلم خلونا ناخذ سؤال من زاوية ثانية بعيدا عن كل. أين يقع جبل الطور الذي ذكر؟ مدينة المنورة. لا مكة. أبو تركي. أبو تركي. أبو تركي. نعم. جبل الطور. اللي ما يجاوب دقيقة. أول شيء أنت توجه السؤال شخص شخص. توجه شخص شخص. واللي ما يجاوب يجيني أم حط بقى. ممتاز ممتاز. حلو. ما هو حمد بن خير. أين يقع جبل الطور الذي ذكر في القرآن الكريم؟ سؤالي واضح؟ قال مكة. سؤالي واضح. لا سؤال لك. لا 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 السؤال هذا طرحته قبل شوي وردوا عليه. طيب سؤال لك يا فيصل بن شافي. أين يقع جبل أحد؟ صوت بالمدينة. خطأ. ممتاز ممتاز. طيب سؤال لك يا عبد الله بن جليغم. جاوبت أنا اليقطين قبل شوي. أخي صادق صادق صادق. سؤال لك يا غازي المطيري. ما هي الفوبيا؟ خوف شديد. يا سلام ممتاز. طيب سؤالك يا محمد خير. ماذا يطلق على اول ظلمه من الليل بعد الغروب؟ اجلده. اصبر بجاوب افتح يدك. انت مجاوب. الغسر الغسر. انا وجهت سؤال لك. الغسر. اجلد عبد الله جليغم. لا جاوب. افتح يدك. انا ما وجهت. افتح يدك. افتح يدك. مراقبه 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 مراقبه. انا ركب زين. ركب دابر عمله. ركب دابر عمله. انا ركب سمسين موسين. انا اشيل قلبه هو نص. خلاص ممتاز. خلاص هذا جواب اخوي الغسل. استريح يا سعيد القحطاني. سعيد استريح. جلدت بنج خير. سعيد جلدت لك يا عبد الله الحلافي. خرج وقعد. اثبت محمد جلد سعيد القحطاني. اقعد. متخرج انا. متخرج صدق؟ متخرج. لا تكلمني. طيب سؤال يا عبد الله الحلافي يقول لك ما الموطن الاصلي للفول السوداني؟ كلنا سمعنا. لا 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 انت لا تتعب حالك. لا تتعب حالك. لا لا انا اعرف. السودان. لا اجلد عبد الله جليغم. لا لا يا اخي رجع عبد الله يجيب السؤال نفسه. ما المولد الاصلي؟ اعطني اجابه اعطني عشان اعرف. يا رجل تسمعوني ولا لا؟ اعطني اجابه اعطني اجابه. انا جاوب صح. ما الموطن الأصلي للفول السوداني؟ خيارات. أعطيكم خيارات. إيه. يا خلاك من خيارات. إندونيسيا. واضحنا كذا في من ضمن الخيارات. طيب خيارات تقول المكسيك، أوكرانيا، أمريكا الجنوبية. ليش قلت أمريكا الجنوبية؟ ليه؟ صح أنا غلط آخر شيء. ما أعرف أغشش أنا يا إخوان. طيب سؤال لك يا فيصل بن شافي. فيصل بن شافي. ما هو الهرمون الذي يفتقر اليه مريض السكري؟ افتح يدك على السريع. الانسولين. لا الله لا يوفقك. استغفر الله. الانسولين صح. لا لا تسد احفظ المعلومه. محمد جخيل يقول لك كم يبلغ العدد الكلي للجيوب الانفيه لدى الانسان؟ 8. اجلد. انت المركز الاول من الحين. اقسم بالله انا المركز الاول. يا رجل ما شاء الله. حق اجوبه كلها جاوبتها صح. هذا هو بحصك نهر من ايمن. ما شاء الله تبارك الله عليك. والله العظيم ما شاء الله عليك. الله كريم. طيب الله يقول كريم. السؤال يا غازي المطيري. غازي غازي حلافي. حلافي يلا حلافي. حلافي شوي نحسن بريك. يقول السؤال ما هي عملة كوريا؟ ين. اجلده. وون. وون يا اخوي افتح. وون. والله ما بعجاكم من الونينجي. وين يجيكم الونين؟ اجلده. وون. وون. نفي. طيب يا حرف يفرق طال عمرك. يلا طيب سؤال لك يا عبد الله الحلافي. اين يقع او في اي جبل تقع قمه ماكينلي؟ ماكينلي
اجلده اجلده بسدده اجلده الله شنو 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 وين تقع وين وين في جبل الاسكا ممتاز لما نجيكم سؤال يقول في اي جبل على العموم طيب على العموم يعني زين طيب ما في احد يقول السؤال امسك 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 هذا من ضمن الاسئله خططوا لكم على طوائف النهائي مشان تكون ايش على طول هذه اسئله البرايم تشتمل المترو متر المتر مو متر غلط غلط كيلو متر وين بتغدي روح للمدير مدير في دبانه مشغلتني يا محسن عندك وجهك وجهك مشغلتني خلها تاخذ راحتها نعم خلها طيب في ابغى زيت ركب بعدين النوم قوم بعدين شعر طيب كويس سؤال التالي يا احبه اسلم لعبد الله بن جليغم الله لا يحيي يقول السؤال ماذا تسمى عمليه تحويل الغاز الى سائل الغاز الى سائل تبخر تكثيف 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 والله لا يحييك اجابتك اقعد تكثيف اجابتي صح تكثيف يا رجال انا صاحب اطلب مني انا بس مستديه تكثيف جاوب يا فيصل بن شافي سؤال ما هو نقيض جزيره دقيقه عارف 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 نقيض خلوا جاب خلوا جاب بحيره صحيح طيب يلا. سؤال الى غازي المطيري المطيري غازي يلا غازي غازي المطيري طيب زال غازي المطيري يقول ما من هو النبي الذي ألقي في السجن أجلدوه أجلدوه يوسف عليه السلام أجلد يا بلولعي هذه مو دمها هذه وده وده تمسك وتفروا وترمين خارج تحطها في اليقطين اللي راح عند فرعون منو يا اخوي اللي راح عند فرعون اهي خذ يا اسف يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام وشيله الى محمد سؤال الى محمد جخير وشيله يا اسف يقول طال عمرك ما هي الدوله الاسلاميه التي عاصمتها طشقند شلون شلون عد السؤال؟ والله سهله عد السؤال عد السؤال شوي بلال 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 عد السؤال شوي شوي ما هي الدوله الاسلاميه التي عاصمتها طشقند؟ ها؟ لا يعني السؤال هذا لازم احط رجع يا رجل ايوه قاعد يستنى من باب ثقه اسلم عبد الله جليغم شايفك ثلاثه عبد الله جليغم شايفك اثنين جاوبت انا جاوبت واحد اجلد اجلد غششني غلط اجلد 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 لا لا شو اسمه اجلد باكستان او اجلد اوزباكستان اوزباكستان ضبطوها في امخاخكم عاصمه اللي عاصمه حبيبي طشقند غششني يقول الجزائر يا رجل سعود الله لحيتك الجزائر يا اخوي زين سؤال الى عبد الله الحلافي يقول السؤال اي تقع يقول السؤال اقطع يقول تقع مكتبه الاسكريال الشهيره في افتح اذا اجلد افتح خريس لا اجلده طبعا تقع في اسبانيا اسبانيا ثبتوا المعلومات بس خلنا نقراها اسم المكتب الاوسكريال وين اسم المكتب ممتاز هذه تقع مكتبه الاوسكريال الشهيره في اسبانيا قريبه من الاوسكار ثبتوا الاوسكار الاوسكار محمد جخير اي فوق سيف عند خير وراي ممتاز غازي المطيري انا ما ساكن يا رجل انا عشوائي ترى لا اختار واب الدور الله لا يحييكم ليه ليه هلا بروح بيت الحكمه مشان ليه يا القاس مشان بيت الحكمه يلا اركب اركب وش عندك اركب ورد ابو منير ها باو معنا يا والله انجي والله انجي والله انت تجي عثري 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 فيصل 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 بلا حركات ولا ابتدائي تعال بلا هات بلا فصو والله اني جيعان والله ما اكلت شيء هات 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 اكل بيدك لا لا اعطني هذه يوو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 و
ها يلا بكبة خذها واكسر الجدار.
خذ اكسر دقيقه خلنا اكل وياك. شوف كلها الله ما يجوز الغش ما يجوز. خذ اكسر الجدار. انت اطعم اخوك المسكين المسكين. اكسر اكسر عشان يجيك مكاتم. هنا خلينا نصلح. جيبوا لنا الاغراض لنا. تبي تبي ناكبه جديده بعد؟ لا والله خلاص احد يوقف على هذا الجدار. يومين ولا جات الاغراض. ايه 25 متسابق قد كسر الجدار ما قينا. الله لا يحييكم كل يوم وهنا. موسين عبد الله. موسين انا رجال تابدي انفطرت من ريحه الدوام كل يوم وانت تعطيني دوام. طيب موسين عبد الله انا في صديق انت من زمان من بدايه برنامج. انا يبقى دابر امله ما يبقى انا في دابر امله داخل هذا بس في هذه ورده بريح دوام. دوام بالزيت دوام ريح دابر امله. دابر امله ما في كويس مره. ما في كويس مره دوام كويس. شاب 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 بيت الحكمة. انا شاب شاب منه. تعال والله نبغى من القصائد اللي عندك. انا ايه انا بروح اشوف اغراض. امشي ابو تركي. الله لا يحييك. هو تمخطر. الله لا يحييك. هو تمخطر. شري والله بيت كنافه. تدا ولا تدا؟ والله اني اخو عبد الله. تدا ولا تدا؟ تدا خلاص بجيب الاغراض. ناصر تكفي ابو ناصر حق الخوه لقمه واحده تكفي يا ابو ناصر. جحدني تكفي يا ابو ناصر. الله غازي غازي ولا حسد يا غازي. حركات الله يجعلها حركات المسح هذه مره. تعال يا عندي من الانسانيه. فك فك حد حد لقمه 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 الله نعم النعمة 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 من أكلك ذا يا زين الأكل زيناه. اللهم لك الحمد غيرنا ما محصلها. وانت ترميها يا غازي اتق الله. رأيك خسي انت يرميها. ها الله يسامحك. تغلط علي تغلط علي يا غازي. اوه زين الاكل زيناه شيء. اللهم لك الحمد. محسن والله اللي ما يبقى تضحك على لا جيتي لا قلت ماجوره. وردتي اليوم صغيره. انت الحين تقول لي مين وشارتي بتعطيني ورده؟ لا لا انت اخترت يمين ولا يسار؟ يسار. هذا وردة طعم زيت دابر املا بريحة الدوام. انت اختار يمين ولا يسار؟ يسين. بسرعة بسرعة. نمار يمين يمين. نمار نمار. بلال بلال انت ايش ركب على شعرك؟ ركب دابر املا زيت بعدين نوم زي الشعر بعدين نوم بعدين اصحى. هذا بريحة دوامين. شكرا دوامين. شكرا عبد الله. اعطيتها وردة وقررت انها على الزين من فردة احمرت خدودها واحترت الحين من فيهم الوردة. الله 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 الله. يقول في حاجة الورد في حاجة المال بعت الورد للعالم. اللي يحب بصراحة يشتري وردة. هذه طال عمرك عند الإشارة واقف يا أبو جخير. بصراحة يشتري ذبرة مو يشتري وردة. واقف واقف عند إشارة. واقف عند إشارة. يا بلال الله لا كلام كبير. واقف عندي إشارة تعرف اللي يبيعون الورد. هذا هذا محسن. كبر هذا كبر محسن خابر إشارة العروبة. تقاطع العروبة مع الملكة البطارية. ها اللي يبيعون ورد وجالس وافتح السناب وهو يبيع ويجيني واصوره اصور الورد اللي فيه وانزل البيت ذا اللي هو في حاجة المال في حاجة المال بعت الورد للعالم. اللي يحب بصراحة يشتري ورده. والله تبي الصدق اللي يحب بصراحة يشتري خاتم يشتري دبلة. اللي يحب بصراحه يروح يخطب ويعرف في الحال. هو قدامي هو قدامي معه ورد. اجيب دبله منين؟ انا اعطيكم عباره. اجيب له دبله منين؟ اجيب له دبله منين؟ الصبي اذا الصبي اذا في رومانسيه زايده. اي لا لا واجد. تقولي دبله انت انت الرومانسيه الرومانسيه فل. ها هذه راكضه ذي. هي لا لا ما في شحن. ما في شحن ما في شحن. اشحن اشحن روح. والله انا ما اشوف في احد يقارن برومانسيتي وعاطفيتي. جدا. كيف؟ جدا. وش تفطر الصبح؟ شوف شوف عشان تدري وش تفطر الصبح؟ لا لا وش تفطر الصبح؟ وش تفطر مع الصبح؟ ايه عشان تدري شوف مويه ورد. شوف شوف شو اسمه؟ شوف ابي ابي سالفه انا اضحك عليها من زمان وش هي؟ احتسي قهوه الصباح. الله 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 لا يحيي القهوه الساخنه. احتسي انا اول ما اقعد من اذا اذا رحت اذا مسكت خط وسافرت وش تسوي؟
اي ما في مشكله لا 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 فهم غلط فهم غلط فهم غلط فهم غلط واحد بس تعال ها تعال 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 وش راح عبد الله تعال تعال وان فارقت وجهي تراني بستانس زياده بغيت تذب الريح زين راح ناكل بسم الله عليك جوعان اي رجوع وش قومك جوع وجوع جوعك معاد باقي عبيد خبت ما عاد تغير شيء ميد خلونا نتعشى مستغربتني انا استغل فيه في وقت استغله للعشاء متى كلام طيب يا الربع لا والله لا والله حرام انك ما صدقت انا عادي يقول كلام اركبوا صار الليل وش انا وش تقول لا تعال هنا 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 تعال حميد سر الليل والشاعر يسولف على ليلى يا سلام انا الشاعر اللي كل ما قال له كلمه انا اشوف ان جيت كنا وقالوا انه يمين رحنا يمين قال يسار يقول ان جيت ولا رحت يا محمد بن جخير ايه ايه شو يصير؟ ها تحداك توصمم ما تقدر لا بعلم غلط ضاع وضعته مو ضروري خرجوه ما شانت ولانت جو الشاعري لا تجبرك سوري ولا اجبر قصيرك اجبر على نفسي وظن زانت في الحب طحت وباقي الحين دورك كنت الوفا يوم المحبين خانت نور القمر ماخذ من النور نورك انام لا من العصافير بانت والشمس ترجي من حضورك حامت حضورك ادري تبيني بس الايام شانت وادري سروري من دواعي سرور الله الله انا لا بيك ولا بيزيد دواعي سرورك انت القمر يا اخوي اوه هي قمر وشمس يا محسن الناس ما تدري عن الجمعه اوه يا وجد حالي نهار السبت لا راحت تعال تعال هو حار حار لا وين وين الطيب هي محسن وين احنا بالاستراحه هذا وجهه نظرك لي ما نحترمها ابد تبغى صبرك لا اله الا الله محسن محسن قوم 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 هذا بيت الشيبان الماضي هذا بيت كلام اليوم محسن ها انا بسولف معكم لكن يبى انسدح اقول يا ابو كرك رفوع كرك رفوع هذا كلام ما بينسدح خليك يا ولد انت بعد اقدر خليك انا ما اقدر طيب اسمع اسمع انا بروح اجيب حاجه من جبتها على عبدي بجيب حاجه لمحسن عبود حبيت عيني طالبك انت اجلس تعلمني انا طالبك انه اروح بجيب تكفى قدني اقول تكفى من على من وردة الدوام لا ما عاد في ورد والله ما يعيني محسن على علم زين ليه يا حميد راح اجيب له شيء شفت تهانت بي الرقده يا ولد لا ما شفت ليش دحت اي والله محمد بن جخير اني اتحدى نفسي بالنوم تحدي هاشتري يا الربع والله لا قول لك كيف تحدى حالك بالنوم اسلم يا طويل العمر انام 12 ساعه ها انام 12 ساعه مثلا حلو اقوم انا قصة العشق اللي بيني وبين النوم قوية فاتحدى نفسي تقدر ترجع تنام الان ولا لا وارجع انام فانا رجل محب للنوم شوف كثر النوم يجيب النوم صح فعلا حكمة هذه حكمة اليوم انا شوف انا بالنسبة لي انا صدق والله النوم زايد قم رماد ذوقه اشتا ليه يا ابو ليه 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 لا لا محسن غطى 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 يا محسن غطى كافو كافو غطى سبع ساعات غطى ثمان ساعات كذا لا لا محسن محسن تفاعل يقول مفتاش انا رقدت النوم مثل الحب الحب مثل النوم لا الحب مثل النوم والوصل الاحلام انا رقدت وعمري 14 عام يلا تعال صحيت شهر 4 عام انت إيه؟ تاخذ التعصب بالشمغره انت انا رقدت عمري 14 عام يلا 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 انا متبرع يلا ضرب كتوف يلا ها وش اسوي؟ ضرب كتوف واحد اجتمعوا عند بعض واضربوا كتف وانا اقول بدون لا يدري ها قم يا عبيد وشربي انا حكم قم يا حميد وراهنك معنا وراهنك معنا وراهنك معنا ما قال لا تقول تم هو قاهرني بضربه بقوه ما قال لا تقول تم لا ما هو قوي لا ابو تركي ترى ايدك ايد والله العظيم انت جني ثمار ايده انت جني ثمار كان هاكريك ما شاء الله ابو فليح بسم الله واحد اثنين لا تلتفت لا تلتفت ابدا اطلع ابو شخير بالله شلون؟ من العيون ركز على العيون من نظرة الرجال اعرف قوم يلا 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 هذا شلوت رجعك يلا قوم تعال تعال العظيم انت وين سواقعه هذا الحين؟ محسن يا محسن انا بضربك وبعلمك انهنا لكن بضربك تعال تعال يلا انا بعلمك انهنا عينك قدامنا عينك علينا يلا
هو صاد والله وجه خير انا مو ارجع شوي ارجع اي بس ارجع عينك غاد قلنا عينك غاد يا ابوي ايه تكبر يا ربي ربي هي ضربه وين بتكون هنا لا 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 ضربه لا على الظهر لا 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 عادي لا ابى اخليك تنسع والله عبد الله شو غليت لا لا ابو فلاح جنب يلا وين قطع لنا اهبده تكفون اهبده قرب قرب اضربه ابن عاص يا المسكين انت انا انت خلك محلك خلك محلك خلك محلك خلك محلك كيف الكاركتر انت خلك والله كنا بري فيها والله اسحب غانية قربوا على بعض لا قل راسي قدام انت شو وضعك هذا عشان ما تعرف اني انا عبد الله حلاوي صح خلك قدام خلنا على النبي والله انا حط الكاميرا على الحجاج كليسر دقيقة خلاص خلق قدام خلق قدام طيب غير المكان ترى طيب وين الالم الالم وين دقيقه الالم وين وين تحس الالم بتخيل بتخيل الله ما تسلم منبع سعاده الالم وين لا لا هنا ابشر يلا هد هد مالك ما احنا مضاربين قوه خلاص يلا ما ادري شو تقرشت يلا طلع توترنا انت بلال لا بالله اني مو انا لا بالله اني رجع تلف اذا نفك نبداك اقعد نفك نفك انت رجع خليك ثابت اوه محمد فلاح تعال لا خلاص الله انك خبل خلي الكاميرا على حجاج كليسر يلا يلا نفك نفك تعال ارجع 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 شوي ارجع ارجع يا وصل انا هذا سرعنا غدير انا يا صق ده ارجع انت ارجع 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 بس ارجع تعال ايوه بس اجلد محسن لا انا دخل على طول تعال هنا انا انا قاعدين تعال انا وجهك انا بس ارجع يا محسن ارجع يا محسن بس انا ترى اللي داخل على الله لا لا يا شباب لحظه شباب يا ربع ما بي يصيدنا من اول مره تكفون اصبر اصبر اسمع شوف لا تلف راسك ترى قرفيتها خطا طيب خفيفه سهله 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 من هي صعب عاتة ذي؟ هذه اللي دين ذي والله اللي خابرها هذه صعب عبد الله حلافي يلا يلا حجاجك حجاجك يلا 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 متخيل لا والله لا والله ما لا والله ما هو ضربة مغلل لا والله ما رأس فيك انت والله امسكك صادق صادق شوف 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 يا بلال قهرني والله انا طلعت شفتك مع عينك ذا الحين يا رجال اول شيء انا بضربك وانت تعاين اول شيء انا اصغر اخواني ما يحتاج ما يحتاج لا لا بدون ما يحتاج لا لا بدون معانا بدون معانا قصه بلال بلال تعال اكثر انا بدي اقول لك بس لا 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 لق لق انا اول شيء اخر عن قودي واصغر اخواني الله يجعلني افدا انا 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 بس جهه قبل 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 اخبط دقيقه اصبر سكت ابو نبوي اشهد انك بتشتاج عليك اسبوع قدام والله انهار قلبه مع الزر يا سلام انا خرش قل قل سب قل مع وجهي عنك بعد تتكلم والله انه انت لعن محتار بينكم محتار من عيونك بس لا زد ما بعجاك شيء دقيقه دقيقه في طقوس خذ راحتك خذ راحتك لا لا تشوف شوف طب وش انت تضحك ليش تخاف انت يا بدر تعال اقول يلا لف حالك محل لف 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 ذكي لا 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 تسوي ذكي لا تسوي ذكي
لا لا اقعد اقعد انت ابوي محترم اقعد والله اني اظهر قلبه كذا الحين والله يبارك فيك انا في رجاء يا قرة القلب تطلع ارجع 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 اراتكم مسوي قرة قلب ما تسمع الستوف صدوا من ما تسمع الستوف فما منه ولا منه خلاص تبدي لا ترى صدوا من الستوف الستوف ما تجون في مجمعنا قربوا معك طلع يوفقك ظهرت قلت القلب اسالك بالله والله 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 انت عارف يدك اعرف يدك الله لا يحييك في ذمتنا والله اقول ما تروح تضرب لي مجمع السوق شوف 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 ضربتك يا ابو تخير غلط ابو تخير جزاء 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 تعال تعال محسن ما انت قضى انت كشفت لاعب معكم والله بعد كشفتك كشفتك اقولها ما تسمع السوق خليكم من صلاة النبي خليكم من صلاة على النبي تمت من يوم خلقت وانا ودي اسر شيء واحد ما يحتاج وربعنا الغاليين اقول الله يضرب فهبنا علي من الضوء تكفى يا ابو طيب خلاص خلاص انا طلع تعال يا بلال انا ما ادري العب عندي اللعبه لا والله ما عاد العبها والله انسحب خلاص مره انتهت اللعبه تكون رضك تاخذ خلنا نستانس شوي سلامات يا رجل ما عنده خلنا نستانس شوي بس قال مجمع كتوه طبقها يا ابو جخي لا يحييك الله لا يحييك ما فرقت تتوه تتوه فرقت ما بعد بطني فيها والله ما عاد هو ما فرق انا ما ضحكت على الايديات الايديات ذي اعرف اي انا عارف الايديات بلولي يا اللي والله جاته واحدة بلولي بعد والله انه خلع كتفي بغى يظهر قلبك محسن وك الله لا يحييك يا محمد جخير محشد خبطتني خبطة والله صدق انا وياك كفانا الله شر الحمد لله الحمد لله ها ما جري شيء الحمد لله سلمت سلمت تمام سلامة طيب شباب وش يا ابو حلافي نبي انا انا حلافي عندها انا بوفيه مفتوح ها ايش يوم مفتوح اسلم يا ابو ايوه عطر اليوم مفتوح يوم مفتوح احنا الولد ما تكلم الان الان بعد التفاعل وفر ايه لا بنشوف لنا موضوع موضوع يلا شوف من عندك ابو تخير ما عندك لا لا اقترح على دقيقه كونه عندنا على ابو فلاح ابو فلاح دقيقه بس انا عندي موضوع لا لا انا عندي موضوع عند بلولي 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 يلا فينا بلولي اللي هو طويل العمر طبعا عندنا اثنين الان متزوجين حلو ممتاز اللي هو موضوع المقارنه بين الاطفال شلون يا سلام مقارنه الاب والام بين الاطفال ممتاز طبعا من مصايب الحياه صح انه الاب والام يقارن بين اطفاله اول شيء انت تهز ثقه ولدك حلو جميل كلام جميل طبعا اذا كانت قاعده ولدك هشه بالبدايه بس يكبر ما راح يكون واثق من نفسه ولا راح يكون جريء ولا راح يكون يعني عنده قوه لمواجهه المجتمع الخارجي ممتاز ممتاز تمام فمن الاصل حتى اتوقع الدين يامر بالموضوع هذا انك تعدل بين عيالك وما تحسس افضليه واحد على الثاني خلصنا عندي استطراد جيد في هالجزئيه انك ما تقارن بينهم يعني فلان احسن منك فلان هذا غلط انت اذا بدك تحفزه حفزه في ألف اسلوب واسلوب للتحفيز بدون المقارنه المقارنه مش تصنع عدوى او شيء تصنع مشكله بين الاخوان تصنع مشكله بين الاطفال تصنع جميل جدا غيره مزعجه ممتاز. فاستطرد ابو تركي بالموضوع انا فتحت اول شيء انا اقول استطرادي بيكون في جزئيه مهمه جدا اللي هي احنا ما نقعد نقول انه تكوين شخصيه الابن زين يعتمد على عدم التفرقه ولا عدم الحب ولا التوزيع اول هذا صحيح لها دور ولكن خلقة الله اسمعني انت يا اسمع كلام مهم جدا خلقة الله لي يعني لكل شخص وجعل فيه موهبة معينة ولا جعل فيه شخصية معينة ولا خلقة معينة هذه لله في خلقه شؤون صحيح لله في خلقه لا تجي تقول لي انا شوف صحيح ان لها دور ولكن ما هي بأساسية موضوع اني انا انمي شخصية ولدي بهالطريقة وبعدين يأنب لضميري اني اخطيت في بعض الشغلات اللي ما بنيتها صح ما كونتها صح الله خلقته فيه انت تعزيز لتكوين هذه الشخصيه في بعض المعطيات وبعض العوامل انت ترك الحين كلامي واضح واضح كم عندك بنت عندي ثنتين ثنتين الله يخليك اللهم امين احنا نقول المقارنه هل انت تقارن مع رفوع على اختها ثاني تبون الظاهره الصحيه ايه الظاهره الصحيه
كل طفل جديد يجي هذه ظاهره صحيه، احنا ما نقدر، هذه ظاهره صحيه يعني طبيعيه. حلو صح. كل طفل جديد يحظى بالغلا والمحبه كونه جديد باهتمام اكبر، بالاهتمام الاكبر. لا احد يحط شماعه هذا الشيء على كسر شخصيه الطفل الثاني. هذه صحيح انه فيها الافراط بهالتعامل ممكن ياثر نفسيا صحيح، لكن لا نحطها شماعه يا اخوان. خلونا نكون شوي مشغلين مخنا يا اخي. طبيعي لما يجيني طفل جديد انه يكون له غلاء ومحبه غير، لانه توه جاي. طيب وش تقولون في المقوله هذه، او ما ادري هو مثل او شيء ما ادري، اللي يقول سالوا من اغلى عيالك؟ قالوا قال المسافر حتى يرجع. صحيح. والمريض حتى يسلم. نعم. والصغير حتى يكبر. والصغير حتى يكبر. كلام هذه تؤيدون المقوله هذه؟ انا اؤيد. لا لا اخوان، بس على موضوع احنا توسعنا شويه. موضوع مقارنه، انك تقارن اطفالك ما هي مقارنه، تمييز بناس ثانيين. يعني ما هو هذا يعني هذه مصيبه لله في خلقه. شو هذه؟ مصيبه لله في خلقه. شو مرات في بعض الناس يحفز ولده لكن يقارنه بنجاحات غيره. صح. غلط. انا اشوف انه غلط. غلط مصيبه يا ما تقارني في رجل. أو بس انا اليوم انا معطياته غير عن معطياته. لا تقارني باحد، مو بقارني باحد. لا تقارني انا احد مر انا ولدك مثلا او يعني عيالي مثلا. ذات الطفل، الطفل حفزه في ألف موضوع، الموضوع تحفزه فيه الا انك تقارنه بالناس الثانيين. اوكي خلوا يشوف نجاحات ويتعلم، لكن مو انك تصير تقارنه تحسسه بفشله او بنقص عنده وعلى على على بروز اشياء ايجابيه ثانيه بحجه اني انا ابغاه يطلع كويس. في طبعا اليوم اسولف انا وبحور اقول له سر انطلاق اللسان بالكلام ويا اخي الفصاحه اللي موجوده بالاطفال الجنوب والجرأة. كثير اشوف على اليوتيوب كنت مقاطع العيال الجنوب يا اخوان عندهم ما شاء الله. صحيح. صحيح. ما شاء الله انطلاق وكلام عجيب. فيقول لي يعني هو يسولفني بحور مثلا يقول يا اخي ابوي او ابهاتنا او شيابنا اللي عندنا غاد يزرعون بالولد ثقه عجيبه. تدري ايش اللي يزرع الثقه؟ خليك تعتمد على نفسك. تدري خليك تواجه الناس. بعض الناس يا اخوان ما يحتكر اطفاله، ما يحتكر عياله، لا تطلع لا تروح لا تجي. دقيقه ابو خير، تدري وش اللي قبل هل الجنوب وقبل اي احد فيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. علموا اولادكم معنى الحديث، علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل. ركوب الخيل، الثلاث هذه المعلوميه للطفل او لصغير السن حتى للرجل يعني كبير. انا جلست مع واحد مفكر ويعطي دورات وكذا، قال انا من النصائح اللي لجاني الواحد اللي ثقته ولا عنده يعني خوف مثلا لا يطلع قدام الجمهور ولا يخاف من جانب معين، اقول راح تعلم ركوب الخيل ولا السباحه ولا الرمايه تعزز من ثقتك. طيب يا سلام، احنا نسينا شغله هذه، المفروض احنا نعلمهم من الصغر تكسر حواجز. في شيء مهم وابي يعني تفيدوني فيه وحتى نفيد الناس، متى الولد اتكلم؟ متى السن المفضل انه يطلع مع ابيه؟ يصير صديق هذا يروح ممتاز. يروح يروح المجالس، يروح المساجد، يعني في اشياء احيانا تجيب لك يجيك عمره سنه سنتين يدبل كبدك مرات المساجد، ابي اعلمه المرجله واعلمه يروح. لا هذه غلط. ابو خير ابو خير، بعض الاطفال بعض البنات يخطي باخذه ولده على المسجد مرات معه يسجدون مصلين شوي. عن عن المجالس نرجع للمجالس، المساجد في بعض الناس مشان ياخذ ولده تلقاه ولده اصلا المفروض انه ما يصل المسجد بهذا العمر، لانه اول شيء هو مو واعي وين رايح ولا هو عارف، وهو ممكن يتصرف تصرفات غلط. هذا اللي انا هذا اللي انا بتكلم عنه. هذه مشكله بعض الناس فعلا. المفضل يعني العمر المفضل بيجيك ابوه، العمر المفضل يعني من 10 سنين اتوقع. تمام تمام 9 10 إيه لازم يطلع يروح ويجي معك. انا اقول 10 سنوات والله سن مناسب. عبد الله عندك شيء تقول؟ مو 10 سنوات، 7 سنوات. انا بقول حاجه واحده. ان الواحد في بعض الاباء يدلع ولده ويرفهه لدرجه الرفاهيه وينقله من مكان لمكان وياخذه ويوديه ويجيبه، فهذه الرفاهيه تخلي الولد اذا كبر يستغني عن ابوه. وانا لاحظتها في اكثر شوف عيني، يعني الولد اذا بلغ خلاص يبدا يثبت الرجوله فيه، يبدا يسحب نفسه عن ابوه، يبدا يسوي يعاند ابوه، يبدا يعاصر. هذا سن، هذا سن يمر فيه سن المراهقه. المفروض الاحتواء والصداقه تكون في سن المراهقه. صحيح. طيب كيف؟ يعني تصادق ولدك، مو تصادقه وهو صغير، اهتم فيه وهو صغير، لكن صادقه اذا بلغ سن الرشد. طيب خلونا هذه المعلومه اللي انا ابغى اوصل لها. طيب خلونا نضع نقاط على الحروف صدق وناتي بالامور من مظانها. يعني انا ارجع واقول يا رجل ترى موضوع ان نحمل الاباء عبء عدم جراءة الرجل أو الطفل إذا كبر أو الشاب
نحمل الآباء عبء وحمل أن الولد هذا مش متحدث جيد ولا أنه ما هو بجريء ولا أنه ما يعرف يتصرف، نحملهم الآباء. أنا أقول غلط. لا أنا أقول الآباء غلط. أنا أقول الآباء. أنا بسألكم سؤال صريح وخلونا صريحين، ممكن العادل اللي بيستفيد من هذا الكلام من برا يستفيد، لكن خلونا بس نتكلم شفافية شوي. بلال ولهم يسمع، كيف تراني أنا يا رفيجك؟ متحدث جيد وجريء؟ متحدث جيد وجريء. جريء. طيب أنا من ضمن أي طفل يوم كنت طفل، أي طفل كان في بيئة إعرابية بحيث أن الولد ما يدخل على رجله قدهم على وظيفة. صح. معي يا شباب؟ كلنا طيب. أبناء ذا البيئة. نعم. طيب. بحيث أن الولد إذا قلت في مجلس الرجال ما يتكلم. صح. يسكت. طيب. صح. بحيث هذه أسس. طيب هذا اللي ضبط كم أحسن. ضبطني؟ هذا اللي خلاك كذا. الشباب كلنا قبل شوي نتكلم نقول مفروض إنه يزرع فيه الثقة. صح. يزرع يسولف. يسولف. لا لا أزرع الثقة. ما علشان كذا أرجع أقول ما هو بشرط، هذه موهبة من الله. آداب المجالس. هذه أكيد من الله. موهبة من الله. إيه بس آداب المجالس. لا نحمل الآباء. لا لا. هذا الشيء. شوف لا أنا. نقول الآباء أخطأوا. تدري ليه؟ ناس تدري ليه؟ أضله أضله. إحنا ما نحملهم الأمر هذا 100%، لكن من هو طفل في بعض ناس أنا دقيقة. تعزيزات. في تعزيزات بعض ناس إخواني يمنع طفله يطلع برا البيت يلعب مع عيال جيرانه وعيال الحار. إخوان هذه تزرع أيوة. الخوف من الرغبة من الناس. أنا ما أقول لك الأب 100%، لكن بعض العائلات إخوان طفله ما يطلع عيال عمه. خلوا يندبغ خلوا يندبغ. تبي الفرق الحين فعلا مثل ما قال محسن في موضوع مجالس وأنه أزرع فيه الثقة. شوف الولد في المجالس لا ولا كلمة. ولا كلمة. أدب. هذا أدب من المجالس. محسن بنفس البيئة. أنا وصلت 18 يمكن 19 ما تكلم. مستحيل أتكلم. أنت تكلم مجلس الشباب. مستحيل. واللي مصر. بس بنفس الوقت ويش عندنا خوية. عندنا زملاء. عندنا زملاء. نطلع نتمشى معهم نسولف. يا سلام. يجونا في مجالسنا. وسولف المجالس الخاص. يجونا في مجالسنا الوقت اللي ما فيه رسمية يجونا في مجالسنا. المشكلة في شنو؟ اللي ما يخلي ما يسولف. اللي يقول خلك في البيت الاحتكاك مو ولا تطلع لا عند الرياجيل ولا عند اخوياك. تدري وشو هذه المشكله؟ تدري ايش المشكله هذه؟ تدري ايش المشكله؟ المشكله الحرص الزايد. اختلف انا مختلف عشان انا اللي قايل الكلام. لا ما بعشان كلام. في ناس طلعوا شخصنت الموضوع. طيب في ناس لا والله ما عندي شخص. في ناس طلعوا حلو صار عندهم صداقات من سن صغير، يعني من سن مبكر صار عندهم صداقات من برا وانحرفوا مو بنحرفوا لا زالوا يعني شخصياتهم انطوائيه الى ابعد مدى. طيب لا 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 ايه وتخيل دقيقه انا بنها بتاثر. لا ارجع واكرر موهبه ويا يا هبه الموهبه ارجع واكرر يا محسن مساله انك موهبه ما يشاء خليك في البيت لين يخلص الثانوي وهو في البيت ما يطلع مع اخوياه ما يطلع المجالس حتى لو يستمع بس هذا غلط. محسن بعد انا بعدك انا ما اقول اللي اثر انا اقول اللي ما يجعل منهم هكذا لا تجعلونها الأبا. هذا صح. بل موهبة من الله. الله يوزعها على من يشاء. محسن أنا بعلمك. إيه أكيد أكيد أكيد. يلومون الأبا. الموهبة قبل الترمس. قبل الترمس. لبه. لبه تفهم منها. بعلمك أنا المجالس اللي تقولوا تربية اللي مرينا فيها أنا وأنت وابن خير الربع هذول كلهم. علمتك حسن الأدب. حلو. أنا في الأيام هذه وكلكم تروحون بعض المجالس والجيل اللي أصغر منا. إيه. تلقاه يسولف يا ولد أنا ما تجرأ أنطق كلمة وأبوي جنبي. يا سلام. انا حتى العزمي ما اقدر اعزم ابوي جنبي طبعا مو ما تقدر الا مستحيل يا ولد كارثه هذه اعزم ابوي موجود مستحيل احنا نشوف بعض الناس اللي يتكلم يسابق ابوه في الكلام هذه غلط مجتمعاتنا علمتنا الاداب كلها حلو قلت عشيت انت مع احد من الشيبان ولا تقدم هذه كلها اداب ايوه يا محمد هذا مو بنقاشنا لا انت نقاشك ليه ما يتكلم بالمجلس مستحيل يتكلم نقاشنا لماذا بعض الاحبه يكون عدم جريء في الطارح غير متحدث أول جيد اول شيء صلي على النبي هذا خليني اوضح فكرتي بس إيه هذه ليش متحدث جيد هذه من الله ممكن من الله من الله هذه لها معززات ايوه مو كلام لها معززات كل شيء من الله يا بلال عشان نكون لا عشان صريحين انا لازم انا اتفق مع ابو تركي أنا أتفق مع أبو تركي هي ملكوت الله سبحانه وتعالى يعطيه بعض الأشخاص والله في ناس إنه 24 ساعة في مجلس شيبان كبار وفي مجلس أبوه وإنه لا طلع في مكان ما يعرف يقول كلمتين على بعض ما لها أي علاقة ما لها علاقة ولكن الاستشارة إيه؟ ترى لما ولكن وش تعزيز ولكن وش تعزيز الأب من يومه صغير من يوم لما يستشيرك لما إيه لما هذه مربط الفرس أما أنك تعول على الأب في كل شيء وتلومه في كل شيء لا أنت تعزز له وهو صغير بطريقة بسيطة تستشيره وهو صغير الله حتى لو انك قررت نفسك كأب عارف انه ما راح يفرق قراره ولكن هنا انت قاعد تجرع فيه بالضبط انه انت عقليه كبيره وانت قادر تصنع الفارق طيب بقراراتك طيب يطلع الولد من او البنت او من يومه صغير على هالثقافه
طيب 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 صاحب قرار ابو تركي هنا صح تركي. اتفق معكم ان الاباء يتحملون الجزء وش رايك وش رايك طيب وش رايك اللي هو انه بعض قبل شويه تقول طلع احنا ما نلوم ابو شوف ما في شيء 100% مثلا حق على فلان او على فلان صح لكن الابو له ترى له نسبه كبيره انه انت قبل شويه تقول تعرف على ناس وعلاقات ولا الان مو ما يعرف يسولف اول شيء الابو مسؤول عن ولده وعلاقاته مين هم كم اخويا كم تعطي الاب نسبه والله شوف علاقات اول شيء ماني اول شيء تربيه الطفل من بدايه حياته علاقات اخوي ابوك ما ادري من اخويا تمام مسؤوليه الام صح. الطفل من بدايه حياته مسؤوليه الابو لكن لسن معين الابو لازم يسحبه مع المجالس ياخذه كلنا تربينا بالمجالس لسن معين. مستمع يعرف الناس الابو مسؤول عن علاقات ولده مع مين يمشي نعم يجي. اكيد قبل شوي انت تقول لي راح مع ناس ونحرفوا والان يجوز ما يعرفون يسلفون للان كثير القى ناس وانا استغرب ان جيالنا واكبر يا اخوان اذا فات مجلس به 10 رجال ما يقدر يقول قوى غنين هذه مصيبه الام المرجل حتى ما اعرفها طبعا لانه هو اختار هذا البيئه هو هذا الرفق ما اقول لك انه 100% الحق على الابو لا في شيء بعد من الله سبحان الله ربنا يعطي صلاه لسان 100% هذا اللي اتكلم عنه لا انا هذا مغزاي الاول والاخير صحيح. انه كلها في نهايه الموضوع مواهب يهبها الله من يشاء لكن النقطه الاساسيه لها تعزيزات فقط ايوه لها تعزيزات من الوالد بس وش تعزيزاتها انه من البدايه تحسس الولد انه صاحب قرار تعطيه ثقه تحسسه انه اهميه تحسسه بقيمته واهميته من يوم صغير بالضبط اما انك تجعل منه متحدث او متسلط او يعني سليط لسان او جريء بشخصيته ولا موضوعي وتجعل منها شخص اجتماعي هذه كلها من الله وتقدر انا عندي احساس انك ما ادري انا اقول تدري كيف يعني من الامثله اللي انا معي انا شخصيا انا محمد الله كنت اذا رحت مع ابوي الله يطول عمره انا صغير ما انساها اذا رحنا ودخلنا محل ولا رحنا لنا في شغله برا يعني ما هي في المجالس مثلا جينا لنا محل قال تكلم وتفاهم معه وانا صغير خليني انا اتكلم حلو كم هذه وليه هذه قيمتها كذا وجادل فاوضة. حتى درجة اني في صغر سني ذيك الايام كنت ممكن انكسف كذا من بعض الشغلات تحس اني ارتبك وش اللي يربكك رجال سولف مع رجال سولف حبه تطور مهاره تعتبر مهاره نعم طور ليه طيب نطلع بزبده من ذكر بلال انت قلت نقطه مهمه بس دقيقه انت قلت نقطه مهمه وقالها ابو تركي بعض الاباء حريص على ولده يا جماعه الخير حتى من الهواء هذا الموضوع هذه المصيبه اللي انا بتكلم حريص على ولده من الهواء لا يطلع برا لا يجي لفحه هواء بعض الحراسه ما يجي بعد الثانويه ايش يدرس جامعه الضغط الجامعه فيها انفتاح وكل اللي درس الجامعه بعدها يبدا الولد ينحرف عبد الله الضغط يولد الانفجار ما فيها كلام امسك العصا من النص النقطه الاساسيه من الموضوع اللي انا ودي اصلها واللي هي الزبده اللي هي طفلك او ولدك لا تخليه محتفظ بزياده لا تطلع ولا تروح ولا تجي ولا يحتك مع عيال عمه وعيال جيرانه وعيال خاله ولا يلعب ولا انك تخليه على راسه يعني لا ضرر ولا طيب تخلي عينك عليه وبنفس الوقت لازم يحتك بالمجتمع يسولف ويلعب مع العيال في ناس يا اخوان انا اعرفهم انا شفت يعني في ناس كثير طيب الطفل والله العظيم ما يتعدى هذه المشكله بلال طيب ايش رايك بالنقطه دي في اشخاص في شخص تلقاه مقيد ولده وحاشره مره ما يطلع وفوق هذا كله اذا راح ياخذه معه تقدر تربيه حتى في مجلسه دقيقه شرط لا حتى اذا طلعت تاخذه معك وش رايكم في الشخص ذا يعني مثلا ما يخليه يختلط في عيال عمه ولا يختلط في جيرانه لا هذا سجن ولا راح مكان لازم يكون معه غلط وش رايكم في هذا لا ما غلط. هذا خطأ غلط لان يمكن يمكن الشخص هذا اصلا انا ينقص طيب. انا في عمر انا في عمر 15 سنه كان ابوي يوكلني على امور يمكن ما يوكلها على واحد عمره 20 سنه يعني مثل يقول راح سوي الشغله الفلانيه اخذ السياره ودها الورشه ما اعرف انا عمري 15 سنه جرب بس اتفاجئ تحسيسك بالاهميه بس اتفاجئ اذا رحت قدمت على الشيء قدمت على الشيء طيب. القى جاي من وراي يشوف ايش سويت واذا في خطا يعدله عموما انا معي هديه المحسن راح نجيبها مقبوله ها والله تاخذها طيب قول لها والله تاخذ بعطيك الهديه انا بس ودي ارجع عشان اختم بزبده داخلي طيب نبي لو قلنا نبي نطلع يا عيال نبي نطلع بزبده من ذا النقاش ذا كله وش ممكن نطلع بزبده منه؟ نطلع بزبده؟ صادق ولدك صادق ولدك؟ لا نبي زبده مهمه كبيرة. زبده مهمه الطفل تربايه امه ما اختلفنا لعمر معين صادق ولدك وخلوه يمشي معك ويتربى بالمجالس تمام؟ لكن بنفس الوقت اعطى حريه طيب. شوي اكبر بعد ايش؟ انا اقول لكم حاجه
انا اقول وهذه وجهه نظري، اقول رساله لكل شخص يرى في نفسه عدم الجراه وعدم الاجتماعيه وانطوائيه زايده وما هو قادر يكسر هذا الحاجز وما هو قادر يختلط مع المجتمع وما هو قادر يكون متحدث جيد ومسترسل جيد ولبق، نقول ولو كان والداك ما عززوا من البدايه تعزيزات المطلوبه منذ الصغر، ولو كان مجتمعك ما اتيحت لك الفرصه انك تختلط فيه، انت الان صرت صاحب القرار وصاحب العصمه كونك انت بلغت صحيح سن معين، انت ايش، انت المتصرف الوحيد، ما انت مقيد، انت المتصرف الوحيد في تصرفاتك وانت اللي تحددها، انت اصنع منك هذه الشخصيه، اصنع نفسك، اصنع لنفسك هذه الشخصيه صحيح. فكر، اقعد مع نفسك، اصنع من نفسك هذا الشخص، اصنع من نفسك هذا المتحدث، اصنع من نفسك هذا الجريء، اصنع من نفسك هذا المختلط اجتماعيا. والله انك صادق يا ابو تركي، يعني فيه ناس، في شباب 21 22 يتزوج، اي لا تعول على ابوك وامك، امه وبيه يتحكمون فيه بالضبط، هو رجال متزوج يتحكمون في حياته الخاصه، في حياته الاسريه، ما هي مشكله، ممكن ممكن شوف احنا ما نبغى نتشعب في رسائلنا، هي رساله وحيده بسيطه، وجدت نفسك كذا قعدت مع نفسك في عمر معين ولقيت نفسك انت فيك هذا الشغلات، لا انت اجتماعي، لا انت مختلط، لا انت متحدث، لا انت جريء، لا انت، ها يا اخي ان الاوان لان تصنع نفسك، تلتفت لنفسك، التفاته تجعل من نفسك افضل مما انت عليه، تجعل من نفسك، لا تعول على احد، ابوك وامك بيض الله وجههم وصلوك لمرحله معينه من ناحيه الله، من ناحيه واجبهم كاب وام تجاه ولدهم وصلوك مرحله معينه، الان انت عليك، انت مهمتك انت، وانت صاحب القرار، وانت ايش، انت اللي عندك الحريه المطلقه في قرارات نفسك. يا سلام، في ناس يتامى، في ناس يتامى، اطلعوا بعد، ما هو بشرط بعد، بالضبط والله بالضبط. ما هو بشرط. هديتك ابوي، انا جايب لك هديه، اعطيتني اياها قبل يوم جيت تطلع. ايوه لا والله الا دقت. طيب لبستها امس، لبست فضلك علي وشفت معروف. طيب غمض عيونك. والله ما غمض، والله تغمض، والله تغمض، خلاص بالله انا اكبر منك وحلفت. يلا عظم الله، حلفت بالله ما تفتح عيون. طيب وهي وش عاد توكل ولا لا؟ تلبس رايتها توكل، شم ريح. لا انا ماني بحاط عندك، ما ادري انت، دقيقه والله طيب. انه شيء زين وريح زين، ما والله نشم. عبد الله هذا دابر املا، لا ديدي زيد دابر املا. جمعوا ولا عيال هذي، انا جمع رفوع، ما انت مطلع قبل لا تطلع. واقول له ايه، قال ايه قبل لا يطلع شيء شفته زينها معه، ويقول تعال 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 لا بس تفاضل حالك، ركب زيت، انت تبغى ركب زيت دابر عامل ركب كذا بعد النوم زيت جار يقول سلط عليك يا عبيد. هديه حلوه ولا لا؟ والله اللي هديت انا اعطيتني اياها ورديت يا ابو محسن، والله الهديه ما تبغى، لكن والله ما تشري الليله ولا تروح اعرس تدري براسي وجاب لك وليد، والله العظيم يا مرته انا عندي دعواتكم اني اعرس، دعواتكم اني اعرس علشان وين تعرس، تدري براسي بشر بالخير، شو اتفقنا عليه يوم جات ما عندك مشكله، بشر بالخير. ايه خلاص لا زوجي رفوع، رفوع لا عندي ما لا ادري، جاب العلوم علو، ما هو على كيف، لا لا هب على اول شرب من يده، عندي ما هو على كيف، خلاص لا يا حبيبي نشوف 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 يا ابو تكرم، نشوف انت ماله، انا خلها تخرج من الدكتوراه وانت ماله يا اخوي، الدكتوراه قدري بعصاي ما عليه يا رجال، قدري خلاص خليك تجدد شبابك، ما عليه الامور طيب، ها قد حمشوا فقدت نوماتك الحين ابو تخيل كيف كذا؟ لا اقلبها، لو معك الان 5 مليون الله ابي اشوف شو تصرف فيها خلال اسبوع، انا اقول اسال مقر نشواطي، لا نبدا كلكم كلكم 5 مليون اسال مقر نشواطي، لا صارت عليه طيب 10 مليون 10 مليون في اسبوع، في اسبوع اقول لك شيء، يقول لك بعد اسبوع تسحب، والله اقول لك شيء صدق، اول شيء بسويه والله ابني مسجد، الله يا سلام يا سلام، والله انا في الشيء هذا في خاطري بس ما حلو، بعدها طبعا بستثمرها اسبوع، ما عندك الا اسبوع افتك من الاستثمار، افتك من الاستثمار يرجوك ربي، اذا بقى منها شيء تروح، تروح خلاص نعم، افتك من الاستثمار يرجوك ربي، نعم ما والله انا قرصات حجر له هذا الاستثمار، ذا والله ما دعوه ليه ليه ابى استثمرها، تعلم ايش استثمر، استثمرها محسن، استثمرها بيفتح شلون مصنع مخاد، بيفتح اسمع اسمع
شوف في جات 10 مليون في شاهي؟ لا حبيبي بتروح في شهر شهرين اذا ما شغلتها الفلوس خلاص تروح جعلها مراحل طويرات هي لكن اهم شيء اذا شهر الشهرين هي جات بس يعني هي بالاسبوع لازم تروح كلها لا هي بالاسبوع بعد اسبوع ما جات يسحب املاكك وكل شيء لك يعني مجرد استمتاع بتروح يعني بقى شيء بس اشتري بها شيء ولا بشتري اجيكم على واحد واحد اكيد اني بشتري بها كل شيء وش كل شيء وش علمني من الاشياء اللي وش قول بشتري سياره بشتري بيت بشتري بشتري اول شيء ببني ان شاء الله مسجد ببني لي بيت كبير انا تطلب مسجد بيسحب لا تتعب بيسحب البيت بعد بيسحب المسجد بيسحب عاد كبس انا بس لا 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 ممنوع سمح انا تدري ايش بسوي سالفتك والله بسوي برايم 26 لازم تشرب انت ابو فلاح انت ذكرت سالفه الرجال ذاك اللي يقول تخيل لو يعطونك 5 مليون اذا قلت بشتري سياره قال ممنوع تشتري سياره قال بشتري بسافر قال ممنوع تطلع من السعوديه قال بشتري لي ملابس ممنوع تشتري ملابس المهم حجر له حجر له حجر له قال في نهاية الفيلم قال انت في غرفه ومقفل عليك ومعك 5 مليون الله يحييك يا شينه الله يحييك تعرف انا لو اخذ 5 مليون ايش اسوي مهرقه ابدا تجارتي بزيت الدبر ترى قد انا ما اقدر اقول انا والله بستاجر لي برج حلو ممنوع اسمع العلم ممنوع ممنوع استاجر لي برج ممنوع ممنوع هذا على كيف حد يطلع الفكره يلا يلا استاجر خلي برج 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 عليه الكلام ايفل في طوله بلا ممنوع ممنوع عرفت نفس برج خليفه اللي فيه زي المسرح ابي نفس ذا ابي اجي ترى خد فرق لقيتني في السطح جبت لي كرسي الله شرفت طه شرف هم لقوا البرج ذا من هو له قلت له محمد فلاح الله طيب بروح الاسبوع بيسحبونه الدعوه كلها بس انا ببغى الاسبوع ابي اسوي بالجرايد ايش بسوي بشتري ومنع الضباط انا بحور يدخل في طرفه ستيله بشتري الدبله طرفه لازم بحور منع الضباط يدخل في طرفه حتى شفت الصور الخارجي ولا عين في شيء حوله انا والله العظيم يا ابو فلاح اني ماني قادر استوعب فكره اني معي 5 مليون انا عشان كذا ما اقدر اعلمكم انا قادر استوعب الفكره اصلا انا بشتري الدبله اللي قلنا دبله ايش انا ما اقدر اقول دبله ولا شيء انا لا دبله دبله لبست فاضل هذا والله ما ابي 5 مليون هذا المال هذا الورد لا انا اللي احب اصور من هنا دبله سلام الديره كبر معروف يلا نبي نغني نبي نغني بدايه من ابو جخير اي شيء اي شيء شل اي شيء يا شين صوتي لا 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 جديده الحين الحين كلمات محمد بن جخير اداء محمد بن جخير الحان محمد بن جخير تفضل كذا قاعد اي تفضل ابدا اقدر عبد الله اللي بيني داية ما غني الله ما هو على كيفها غني وانا جالس يلا ما شاء الله عليك انا شفته عند الاصوات في دقيقه في عرف في الحلق بس هذا عرف في الخشم بسم الله عليك خنني الف زيد زين واحد اثنين ثلاثه ترى تعداك الدور الف من راسي اي اي كيف جيت البيت الحكمة لقيت محسن وبنجي خير طيب طيب قلطة 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 أنا شفافة يلا 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 يحول وبلا الواضي يا رب محسن اسلم أنا صوت الشجي أنا اللي هسا البريق غير يركض قبلي أنا برا اسلم يحول طيب لحول أيوه.